نشاط بدأ يوم العشرات من الأطفال من مختلف الجنسيات والطوائف حيث اجتمعوا تحت راية الرياضة في ملاعب بلدية بيروت. وين تلعب فوتبول عطل انت؟ ملعب السيراج جديدة. جايين نلعب وننبسط انه فرصة هذه من العمر نجي نلعب بطولات مثل هاي. جاي اليوم لأربح، جاي اليوم بس لأتسلى ونحقق البطولة كمان ونتعرف على بعض. ضمن أجواء حماسية نظمتها جمعية جيم بهدف تفعيل الملاعب المجانية وحض الأطفال على ممارسة الرياضة، تباروا فيما يعرف برياضات الشارع أو الستريت سبورت ورقصوا الهيب هوب. وعم ينعمل في كل شيء خصه برياضة الشارع وبالنشاطات الشارعية، من ضمنها كرة السلة الشارعية، كرة القدم، بس كمان الرقص الشارعي، الرسم، الستريت آرت، كل شيء. هيدي الحضارة عم نجرب نحنا نرجع نعيد نحييها ببيروت. هذا اليوم الرياضي لم يقتصر على الأطفال، إنما ضم شبابا رفعوا شعار نحن نحب الزفت لأنهم جميعا على نفس المستوى.